عن سنجل ان شاء الله هتنزل شهر 7 الجاي. اه لو تطلب نجمه اجيبها لك من حضن الليل، اعمل لك كل اللي في بالك وده رد جميل للحب اللي انت اديتهولي، وقوفك جنبي انا بطولي هيشيلك شيل. احمد بنرحب بيك في عرب ارض. منورين. كلمني عن تكريمك النهارده في المهرجان. والله مبسوط جدا جدا، يعني يمكن احساس حلو انك بعد اجتهاد وتعب وشغل ومجهود بتلاقي مكافأة، بالذات لو مكافأة كبيرة او مهمة زي الميمة كده وانت بتاخدي افضل مطرب شاب، يعني فيعني مبسوط جدا جدا. فاتت حققت نجاح يا روحي ويا قلبي، وانا جيت مش يعني اغاني ما شاء الله عليها اغاني. كلمني بقى عن الموضوع ده. والله توفيق ربنا، احنا بنجتهد اكيد، مش انا بس، انا وكل الشركه، وانا واستاذ ياسر خليل واسلام اسماعيل مدير اعمالي، وكل الفنانين اللي بنقعد نشتغل معاهم، استاذه هاله حجازي منتجه طبعا عضو المنتدب، بنقعد نشتغل على كل حاجة على كل تفاصيل، فالحمد لله ربنا بيكافئنا بالنجاح، يعني الحمد لله. أقرب لأحمد الحزن ولا الأغاني الرومانسية؟ الحزن. مع إني يا روحي لا قلبي وروحي طبعا، وبيني وبينك وأنا جيت، ويعني في أغاني حلوة كتير وحب وبتاع، بس أنا يعني لا أنا ده وده، يعني كلنا على فكرة مش أنا بس، يعني أكيد أنت في وقت بيبقى دراما وفي وقت في حاله رومانسيه لطيفه، فهو ده وده. تاخد راي مين بقى في الاغاني بتاعتك؟ يعني احنا شفنا اغاني الفتره اللي فاتت، السنه اللي فاتت بالذات كسرت فيها الدنيا جدا. تاخد راي مين؟ والله شركتي طبعا واهلي، يعني بس، والمقربين ليا، ولان هم هيدوك الراي الحقيقي مش هيجاملوك، يعني لو وحشه هيقول لك لا بلاش، لو حلوه ممكن تبقى حاجه عجباني، بس هم عندهم وجهه نظر او سامعين بودان مختلفه فتبقى هي مش حلو، فانا لما اجي اسمعها تاني تطلع فعلا مش حلو، فلما بنتفق كلنا على حاجه فبيبقى تمام، والحمد لله ربنا بيكرمنا. يعني اكتر تعليق جالك من الجمهور واستغربته فكلمني عنه. لا هو اكتر تعليق بيجي لي تقول انت مظلوم، انت مش واخد حقك، انت يعني كله بوقته ان شاء الله، ان شاء الله اللي جاي يبقى حلو وفي نجاحات كبيره وكتيره باذن الله. ايدك بقى الفتره الجايه عن سنجل ان شاء الله هتنزل شهر 7 الجاي. عايزين تفاصيل. يعني خلينا في حزين ولا رومانسي؟ رومانسي، حاجه لايت كده، مش كآبه ولا رومانسي، حاجه لايت خالص. انا لازم اسمع يا روحي. يعني لو تطلب نجمه اجيبها لك من حضن الليل، اعمل لك كل اللي في بالك وده رد جميل للحب اللي انت اديتهولي، وقوفك جنبي انا بطولي هيشيلك شيل. شفنا ان يلوك مختلف، يعني في كذا اغنيه بنلاقي ان يلوك مختلف، فكلمني عن الموضوع. حلو، لازم في تجديد، يعني عشان الناس ما تملش، ويبقى برضو الواحد انا نفسي ما ملش، لازم في تجديد وفي اختلاف تجديد حلو. انت خسيت. دي حقيقة. شو دايت قوس. شكرا يا احمد، تعبتك. شكرا، ربنا يخليك.